إخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتقوا الله ويعلمكم الله. مما يلفت الانتباه في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن الله جعل ثلاثة مقاعد منهم لأصحاب اللحظة الواحدة، رغم أن أربعة منهم لأعمال دائمة على مدى حياة الإنسان، كالإمام العادل أو الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد أو نشأة شاب في طاعة الله، أو الرجلين الذي تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أعمال تحتاج إلى الوقت والجهد على مدار عمر الإنسان. لكن هل تريد أن تدرك ظل الرحمن بلحظة واحدة؟ اسمع، ثلاثة أماكن محجوزة لأصحاب لحظات الصدق من أصل سبعة. أولاً، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه لحظة واحدة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لحظة واحدة. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لحظة. تستطيع أن تدرك ظل الرحمن سبحانه وتعالى. صدقات اللحظات أو صدق اللحظات له ثمنه عند الله، فانتبه للحظات عمرك وخواطرك. يقول ابن سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة، لمن يرد بها إلا وجه الله تعالى.